خلوني قبل ما اختم مع حضراتكم اقول لكم يعني ملخص كده مهم قوي. احنا كنا قدام انذار، والانذار كان بادئ من وقت بعيد شويه، بس احنا ما ركزناش كفايه، او الاعلام مع تنوعه ما قدرش يعمل التركيز المطلوب. الانذار ده استاذ اسامه رصده لحضراتكم حتى من الدول المحيطه في محاوله استدعاء ازاي يقوم الارض ويسخنها مره تانية، مرة عن طريق الطعام والغلاء وغلاء الأسعار والخبز، والحكاية تبدأ من تونس بس مش لازم يبقى أبو عزيزي بالظبط، تبدأ من السودان فمش لازم برضو يبقى بنفس الصيغ اللي احنا عارفينها. لما وصلت لكم انتوا، لأن انتوا اللي مستهدفين للمرة التانية بعد ما سامحوكوا في الأربع سنين اللي فاتوا، كان لازم تاخد ملمح مختلف. فلأن انتوا الحقيقة زهقتوهم بقدرتكم على ان انتوا قادرين تصدوا كل المحاولات الاختراق، فكانت النتيجة مباشرة جدا انه يجيب واحد شكله يعجبكم، الواحد ده يجي يقرأ كلام هو مش عارفه بس الكلام ده اتكتب له، والكلام اللي اتكتب له ده هو ضد مشروعكم، بيهدكم انتوا بكل اللي عملتوه في 30 و3. علشان كده كان لازم ارجع افكركم بان لحظة النزول للتفويض هي اشبه باللحظة اللي جاية، والتفويض هنا كان تفويض علشان يبقى مسؤول عن تثبيت الدولة دي بالمواجهة بتاعة الإرهاب. في اللي جاي المواجهة زي ما أستاذ أسامة بيقول متعددة ومش هنقدر نخمنها، وده معناه إن الحياة في اللي جاي في مصر زجزاج، كل يوم هتلاقوا أحداث وأسماء وناس بتطلع من خلف الستار ما نعرفهاش خالص. وخليكوا فاكرين إن إحنا قلنا قبل كده مع بعض ان احنا في عملية الفرز كشفنا حاجات كتيرة قوي، علشان كده لما بيحاولوا يلعبوا معاكو وعليكو بكلمة ان انا مش هسمح لفاسد او حرامي يقعد على الكرسي، مش المقصود بيها اشخاص، ولا مقصود بيها كمان ان احنا هنقف للاشخاص دول، احنا دولة قانون. علشان كده اللي ربنا ستره لا، المعلومات تتقدم بقى للقضاء، ربما القضية 250 اللي فجأة دخلت الادراج نضطر ان هي تطلع، والقضية دي دخلت الأدراج مش عشان عينين حد، علشان حماية وجدان المصريين من كمية الفضح اللي فيها، ربما محدش عارف. علشان كده من فضلكم وانتوا بتستمعوا للكلام ده خلوا قدام عينيكوا ان انتوا يعني خط الدفاع الاول عن الدولة المصرية، مش عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الانسان ابدا. وهو بشكل مباشر قال لكم انا في حد ذاتي كشخص مفيش مشكله، لان لن يكون الا ما قدره الله لي، لكن الدوله فيها مشكله. علشان كده من فضلكم انتبهوا، المشهد مش انتخابي على الاطلاق، المشهد مره تانية اختطاف الدوله المصريه، حتى لو العنوان واخد وربما ينزل عناوين تانية كتير شكل غير اللي احنا متعودين عليه، يعني مش لازم تكون جلابية. خلوا بالكم اللي قريناه لحضراتكم، يعني محمد أنور السادات، كل النماذج بقى دي، خالد علي، كلهم هيتلموا على بعض في الآخر علشان يحملونا مسؤولية ان هم مش قادرين يكملوا. فاحنا وعينا هو اللي هنمارسه في حضورنا الانتخابي وجوه الصندوق. خلوني اقول لكم عايزين نعمل مشاركه كده بيننا وبين حضراتكم، برنامج بين السطور بيطلق مع حضراتكم هاشتاج صوت لمصر، والحقيقه دي الرساله بتاعتنا. خلونا كلنا نبقى متاكدين هل هتقدروا تشاركوا في المساله دي ولا لا، علشان نفضل ننبه لحد اليوم بتاع اجراء الانتخابات. الى اللقاء. Thank you.